من هو الكاتب المصري المعاصر مؤلف الكتاب القصصي فندق الثعالب؟ الكتاب ده 12/2010، 33 حكاية، أبطالها كائنات من البيئة الطبيعية، بتبين جمال وعجائب الطبيعة الفطرية وعدوان الإنسان عليها. بقول لك إيه، أنت كنت صح لأن السؤال سهل وموجود طبعاً عند إسراء. طبعاً بص، موجود يعني. يوسف اتفضل إجابتك. هقول هشام الخشن. يوسف إجابة خاطئة. إيه على السعادة، وشك منور. اتفضلي يا إسراء. طبعاً إن شاء الله محمد المخزنجي. إجابة صحيحة طبعاً، محمد المخزنجي. برافو عليك يا إسراء، 10 نقاط.